أنا مولود هنا عام 52، 27/8/52، ومستقر هنا في حي هلال. أنا عندي 52 سنة مولود في حي هلال، ودارنا عندها 80 سنة. بابا ولد برج علي رايس، جاء من برج علي رايس، وأمي جات من المنجر، من كباري، عارفوا بعضهم في برج علي رايس. عرسوا وجاءوا الحياة هلال، سمعوا بحياة هلال، جاءوا خذوا أرض، كانت هذه البطحة هذه كل كانت تاع واحد اسمه قريش، طاح يبيع في الأراضي، جاءوا خذوا أرض بناه وقعدنا نسكن. هي أرض جمعية، كان هذا السيد هذا متوكل عليها، السيد هذا قريش، هي مولاتها عندها مولاتها المرأة، المرأة هذيك كانت معها اخواتها وكل شيء ورث. هذا قريش كان انسان يعني كما نقولوا فيها منك البانديه الكبار والمتكبرين هكا كل شيء عنده كلمته، فهمت؟ ولا هو يعني اللي شاد عليها يعني وكلته هي الواحد هنا كان يبيع فيها في ال 20 دينار كما نقولوا قبل الخور. انا امي سكنت هنا وخذت قريش عطاها لهنا في الناجه كانوا فيه تقريبا 4-5 ديار برك. امي كانت حتى تكري فيهم واحد في الديار هنا وتبيع. شفت القريش لما كل شيء المنطقه السيد قريش يعني بشويه حتى بدات تتكون العباد تجي، فهمني؟ بدات العباد تجي من بلدان كما يقولوا فيها، ينزحوا من بلدانهم يجون هنا واحد كل شيء، يلقى هنا ياخذ طرف ارض واحد كل شيء بلاش محسوب، شنو 20 دينار قبل كما يقولوا فيها، شنو هي 20 فرنك ولا شنو فلوس قبل. حي هلال هو امتداد لل يعني التجمعات الحضاريه اللي شكلت في تونس العاصمه منذ الثلاثينات من القرن الماضي، شكلت على اثر حركه النزوح اللي عرفتها تونس في الثلاثينات وهي ازمه الارياف، يعني خاصه في جهه الشمال الغربي وايضا في جهه الجنوب، يعني جزء من الجنوب التونسي اللي جاوا سكنوا في تونس العاصمة. تمدد العمراني الهامشي على هامش المدن كان أكثر منه في السبعينات، وذي على إثر أزمة تعاضد، لأنه عندما فشلت تجربة التعاضد اللي بدأت من عام 62 لعام 69، جزء كبير من ملاك الأراضي ومن الفلاحين الصغار يعني سلموا في أراضيهم ويعني واصبحوا فقراء وجاءوا الى المدن بحثا على العمل وبحثا على، لكن المدن لم تستوعبهم بشكل كامل يعني. فيعني تشكلت التجمعات هذه اللي هي اغلب متساكنيها هم من نازحي الارياف. من 65 بدات يعني تتعمر البلاد، تعمر الحي. قداش 63 الجزائر استقلال الجزائر ولا جات هنا الكماين المجاريس هذوكم بداو يهزوا في الجزيرية، فهمني؟ بداو يهزوا في الجزيرية، مشات الجزيرية مكثرة مشاو روحوا للجزائر بك المجاريس هذوك. بدات من بعد ما مشات الجزيرية بدات تتعمر بدات تعمر الحي، فهمني؟ بما فيهم جماعة برج علي رايس، باقي صارت الثورة في برج علي رايس، بورقيبة وكل شيء والحرس وكرتوش والدنيا، ولت نزحوا العباد من غادي وجاوا لهنا الحي هنا، بدات تتعمر. كانت جزائريين، فهمني؟ كانت ولاد عيار من شركة مكثر، زلاص، مثاليث من شركة صفاقس والحامة نتاع قابس، ثم ماجر من شركة قفص من شركة القصرين، وشوية هكا وباجية. أغلب المتساكنين في حي هلال تجمعهم علاقات قرابة، اللي جاء الأول منهم جاب ولاد عمه بعد. وعاد انتاج البناء التقليديه الموجوده في الـ في الـ في الـ في الحي هذاك. علاش وقت نلقاو كنا نقراو التركيبه السوسيولوجيه نلقاوها قبائل موجوده غادي، جماجر ولاد عيار، يعني قبائل لكنها خذت بعد لبوس حضري، لبوس مديني. هو هلال الصلاصي كان انسان الله يرحمه مواطن من هنا من المنطقه، اللي هنا كان ناجي هذاك مرات، فهمني؟ كان يخدم في الشعب هنا،
جات الأمور نتاع الحرب نتاع بنزرت 56 مشى متطوع يعني كواحد وكل شيء مسكين ما يعرفش ما خدمش جيش واحد يجبد داك الجرينات باش ينحك تاع الأمان مال الأمان فهذه لوح مسمار الأمان ويعمل هو تعلم بيطاح باش يمنع قعد واقف رجعت عليه الجرينات مات وقلي مات هو وين هو منين يسكن وين يسكن يسكن في حي قريش مني ولو سموا باسمه معاش حي قريش ردوا حي هلال صلاصي فهمني يعني تكريم ليه الضوء دخل تقريبا عام 69 68 دخل الضوء حتى حتى الماء كاك فهمني اما مكثر عام 70 ثم عام 70 تفردت بالقدا فهمتني موجود الضوء والماء موجودين الدولة طورت سياسة إدماج لمراقبة تلك الأحياء وهي إدماج تقني عبر شنو هو؟ عبر التنوير العمومي عبر الناس عبر الطريق لكن الهدف ما كانش هدف اجتماعي وإدماجي وإدماج فعلي لتلك الأحياء وإنما كان هدف أمني والدولة طورت إزاء سياسة أمنوية لمراقبتها وللتحكم فيها يعني أن الدولة تدير من أجل إدارة الهامش طورت تلك السياسة الحضارية المنطقة مهمشة من أول الدنيا من أول الدنيا مهمشة للساعة الحاضرة هي للساعة الحاضرة مهمشة لا ذم حتى واحد هني لا حتى واحد جاء وعد أعطانا عمل لنا حاجة في النهاية الكل بأولادها بأولاد الحي هم اللي عملوا كل شيء فهمني وعنا الحن على بعضنا قديش من سنين عايشين كيفاش عايشين عايشين بينات بعضنا عايشين نواسوا بعضنا ميت الناس الكل هات 5000 هات 3000 هات كذا عرس زوالي اجا منا اجا منا كيفاش معرسين نحن كيفاش نعرسوا كيفاش نعملوا بالمعاونه كنا نعاونوا في بعضنا هذيك حي هلال حفره مغطيه بحجر ندير رواحنا برواحنا نسقاتوا من رواحنا برواحنا كلون سنوات شو فاهم هذوك يهزوا في العباد ويجيب بالكش يمشوا للدوله قالوا له خدم دبر كهرباء يخدم عليها هاك المرأة ذيك هي تعطيني دينار بنت حي هليل مانيش قاعدين نخدم الدولة نخدم الجميع اللي تخدم في حي هليل هاد دينار نشيعوها ونرجعوها نسقطهم العظم يعني هنالك ديناميكية تخلق داخل هذه الفضاءات لا يجب أن ننظر إليها بوصفها يعني فقط فضاءات يعني للجريمة فضاءات للعنف وإنما هي فضاءات في ظل معناها الإقصاء هي تستطيع أن تخلق هويتها الخاصة بها يولي عندهم الاقتصاد متاعهم الخارج ما هو رسمي خارج ما هو شكلي مثلا بيع المخدرات العصابات الصغيرة تقوم بالبركاجات هذا يولي جزء من الإيكونومية فورمال اللي تصنع في الفضاءات هذيك لأنه السبب بسيط لأنها تركت لحسابها وبالتالي هي فضاءات ما هي جزء فضاءات معناها فضاءات إبداعية أحيانا يعني تخلق اقتصادياتها قولي انت بيع النار اللي بيع المخدرات وهو ممنوع بالقانون ولكن هو زاد اقتصاد يخلقوه المهمشين هذوما ويصنعوه واحيانا يجبر الدوله باش ان هي تصمت ولينا خايفين متخبين لا نشكو لا نمشي لا سيب علينا اخو ولا نخافوا حتى في نهار توصل البلاد نخافوا في نهار توصل البلاد اخويا ولا من حي هنا نجبد علاه اخويا اش عملت لك اخويا حتى واحد يربي صغار وكذا وكذا بيتاخد عايز من حي هنا اللي يعمل دومون جلود ويمشي يخدم مسكين ما يلقاش خدمه ها يا اخي حي هنا يا اخي تونسي راه باش يقول لك جا وزير هنا طل ولا عمل حاجه من سبيل المحال ما يجيوا كل شهرة ولا حد باش ياخذوا هما كسيط الباشا الله يرحمه فهمني في الناس اللي بجنبنا من غادي حاطين لي كرسي في الصبخه وقال هاتون ريق لكم اموركم وتو كل شيء واول زياره نجي الحي هلال هو الله يرحمه فعلا هذا ماكل الكرسي اللي قعد هنا وبعد انتخبناه ما جاناش ولا جبدنا حتى لو ما جبدناش حتى على لسانه ما جبدناش حتى على لسانه كونتكست هو اللي يصنع العنف، العنف ما جابوش معاهم العنف هما. معناها العنف هو برودكسيون
والبرودكسيون هذه ثم برشا معطيات تلعب دور في إنتاج العنف وإنتاج الجريمة في الفضائيات هذيك. أولاً الإحساس بالإقصاء، ثانياً علاقة الاحتقار التي تسلط على هؤلاء، هذا يشعرهم اللي هم معناها يعني مستهدفين، وهذا يخلق ردود فعل إزاء كل ما هو رسمي كل ما هو. ثانياً إنه هؤلاء متروكين لحسابهم، علاش تشوف حي هلال، تشوف الأطفال ما عندهمش من يلعبوا، تشوف لي جون قاعدين في السكة يستهلكوا في الـ في الـ في, الـ في المخدرات وفي الدروغ على عين على 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 عين السلطات، يعني السلطات تنظر إليهم. علاش؟ لأن الناس هذوك ما عندهمش ديزيسباس بالوزير، زاد ما عندهمش دي فضائيات ترفيه، وحتى كي يمشيو يترفوا في الفضائيات الأخرى يقع منعهم لسبب بسيط، لأنهم هم المجايين من حي هلال. تقول انت مش تمشي مثلا يسهر في جمرت مثلا، جمرت فضاء غير ديمقراطي ما يقبلهمش، كل وانت ما تشبهش للناس يعني اللي جايين لهنا. ما عندناش صوت، ما عندناش تو كيما جرب يسكن بحذايا وكيل الجمهوريه، كيما يسكن بحذايا تحقيق، كيما يسكن ورايا شو اسمه، كيما يسكن بوشعفه وش اسمه كتكوت وكسه ومسه وكوه والاخر تمس، مش هذا المسكن عنده معارف ايش نحاربوش، يرقد يقوم الصباح يقول له يا اخي غير البارح البارح هي مسكين انا نشوه هلكوه هلكوه خلوه يستعمل في الحرام، هلكوه 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 هلكوه.